اهلا بكم في ساينس بايتس، انا احمد ابراهيم. في الفيديوهات اللي فاتت قعدنا نتكلم عن الجلوكوز وازاي جسمنا بيستفيد من الجلوكوز عشان يطلع طاقه. بس ما قلناش لو جسمنا خلاص استفاد وفي عنده شويه جلوكوز زياده هيرميهم؟ لا حرام. فسبحان الله جسمنا عنده طرق بيعرف يخزن بيها الجلوكوز لوقت عوزه. بس قبل ما نشوف الجلوكوز بيتخزن في صوره ايه، تعالوا نشوف الجلوكوز بيتخزن فين. الحقيقة خلايا كتير جدا بتعرف تخزن الجلوكوز بس بنسب ضئيلة قوي. اللي بيعرف يخزن الجلوكوز بشكل كبير تلات أماكن: الليفر سيل أو خلايا الكبد، والمسل سيل أو خلايا العضلات، ودول بيخزنوا الجلوكوز في صورة حاجة اسمها جلايكوجين، وأخيرا الفات سيل أو اللي ساعات بيسموها الأديبوز سيل اللي بتحول الجلوكوز لدهون. طب ليه الجلوكوز ما بيتخزنش زي ما هو كده؟ للأسف ما ينفعش. الجلوكوز هياخد مساحة كبيرة جدا لو اتخزن زي ما هو، وكمان unstable، ممكن يخش في أي تفاعل. ينفع تستخدم حاجة زي كده في التخزين؟ ما ينفعش، مش تعرف تعتمد عليها. فعشان كده خلايا الكبد وخلايا العضلات بيخزنوه في صورة الجلايكوجين. كأنك مثلا كان عندك ورق كتير منطور في المكتب، رحت لامم الورق ده وحطيته في فايل وحطيته في الدرج، كده الورق في مكان سليم ومش هيضيع وهتحافظ عليه لمدة أطول. انسى الورق ونرجع تاني لموضوع الجلايكوجين. في الفيديو ده هنتكلم بس على كيفية عمل الجلايكوجين. عشان نعرف الجلايكوجين هيتكون ازاي هنجيب حلتين. جسمنا طبعا مش هيجيب حلل، بس احنا نتخيل ان في حلتين عشان هو هيتعمل في جزئين. وركز معايا بقى في الحتة دي. في الحلة الاولانية هنجيب الجلوكوز وهنضيف له فوسفيت جروب، وهنحوله الجلوكوز 6 فوسفيت. وطبعا زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده، مدام في فوسفيت جروب اتضافت يبقى في انزيم هنا اسمه ايه؟ كاينيز. لو كان الجلايكوجين بيتعمل في الليفر هيبقى الانزيم اسمه جلوكوكاينيز، ولو كان الجلايكوجين بيتعمل في المسل سيل هنسميه هيكسوكاينيز. الاثنين من عيله الكاينيز، بس لو كان بيتعمل في المسل هيبقى الانزيم اللي هناك اسمه هيكسوكاينيز، ولو كان بيتعمل في الليفر هيبقى اسمه جلوكوكاينيز. بس عشان نعمل الجلايكوجين، الفوسفيت اللي في كربون رقم 6 دي مش عجبانا، مش هنعرف نتصرف فيها، لازم نزقها على بوزيشن رقم 1. وعشان نحرك فوسفيت جروب من بوزيشن 6 لبوزيشن رقم 1 هنحتاج العيله اللي بتعمل لنا الايزومرز، اللي هتحول لنا جلوكوز 6 فوسفيت لاخوه جلوكوز 1 فوسفيت. فالانزيم هنا هيبقى اسمه ميوتيز، بالاخص فوسفو جلوكو ميوتيز. فوسفو عشان في فوسفيت جروب، وجلوكو عشان جلوكوز. فوسفو جلوكو ميوتيز. ميوتيز خد الفوسفيت من بوزيشن رقم 6 وحطها في بوزيشن رقم 1. حلو الكلام لحد كده؟ سهل. بس برضو مش كفاية، هنضيف موليكيول اسمها يوريدين للجلوكوز ده عن طريق انزيم اسمه UDP جلوكوز بايروفوسفاتيز. اسمه صعب شوية بس احنا ممكن نتكلم عليه لوحده بعدين يعني. والناتج يبقى موليكيول اسمه UDP جلوكوز. وهنقف لحد كده في الحلة دي. UDP جلوكوز ما بيعرفش يلزق نفسه في نفسه، يعني مش هتيجي UDP جلوكوز تانية تلزق فيه وبعدين تالتة ورابعة وخمسة ويبقى عمل لنا جلايكوجين. ما بيعرفش. أما ليه؟ لازم يلزق في برانش من الجلايكوجين تكون اوريدي معمولة. طب ودي هنجيبها منين؟ بقولك عايزين نعمل جلايكوجين، تقولي جلايكوجين اوريدي معمول؟ اسمع، في حاجة اسمها برايمر. البرايمر ده عبارة عن حتة جلايكوجين صغيرة هيخش يلزق فيها الـ UDP جلوكوز اللي عمال يتكون ده. جت منين البرايمر دي؟ تعالوا نشوف الحلة التانية. الحلة التانية دي فيها انزيم اسمه جلايكوجينين. اسمه جلايكوجينين. الجلايكوجينين ده باختصار بيعرف يعمل البرايمرز دي، بيعرف يلزق كذا UDP جلوكوز في بعض. طبعا UDP بتخرج يبقى بس الجلوكوز، يجي UDP جلوكوز تانية تلزق والـ UDP تخرج، فيبقى جلوكوز بس لازق في بعضه. الجلايكوجينين بيعرف يلزق لحد 10 جلوكوز موليكيولز في بعض. طبعا الرقم ده قليل جدا بالنسبة للجلايكوجين الكبير، بس زي ما اتفقنا ده مجرد برايمر، حاجة علشان تخلي الـ UDP جلوكوز تلزق فيه وتكمل. فدلوقتي بقى عندنا حلتين، حلة بيتعمل فيها الـ UDP جلوكوز وحلة فيها البرايمر اللي هو عبارة عن جلايكوجينين ماسك فيه 10 جلوكوز موليكيولز بس، وعايزين بقى نعمل الجلايكوجين الكبير. فهيجي المنقذ بتاعنا انزيم اسمه جلايكوجين سينثيز، وهيمسك الـ UDP جلوكوز ويروح موديه لزقه في البرايمر. هنا بقى نتكلم على الكيمستري شوية. الجلوكوز الجديد اللي جاي ده هيلزق من بوزيشن رقم 1، من كربوناية رقم 1 في كربوناية رقم 4 في الشين الاوريدي معمولة، في السلسلة اللي اوريدي اتعملت. والبوند دي هيسموها الفا 1 4
جلوكوزيتك بوند 1-4 علشان البوند ما بين كربوناية رقم 1 وكربوناية رقم 4، وليه ألفا علشان بس الـ OH بتاعت الجلوكوز اللي جاية بصة تحت مش بصة فوق، يعني شكل بس الجلوكوز موليكيول عامل ازاي. لو كانت الـ OH دي بصة فوق هنسميه بيتا جلوكوزيتك بوند، بس مش ده موضوعنا دلوقتي. فدي زي ما احنا شايفين ألفا 1-4 جلوكوزيتك بوند، والـ UDP طبعا تسيب الجلوكوز في حاله وتخرج، ويفضل الجلايكوجين سينتيز يضيف في الجلوكوز لحد ما يعمل لنا سلسلة طويلة جدا مستقيمة. هل كده نبقى عملنا جلايكوجين؟ لا، الجلايكوجين كموليكيول عندها أفرع كتير وشبه السنوفليك كده والتلجية، بس الجلايكوجين سينتيز ما بيعرفش يعمل غير سلاسل بخط مستقيم. فهيجي انزيم تاني هنسميه اختصارا يعني The Branching Enzyme، هو اللي هيقوم بالواجب ده، هيروح قصص له من التشين اللي في خط مستقيم حوالي مثلا 8 جلوكوزات، جلوكوزات 8 جلوكوز، ويقوم لازقهم في كربوناية رقم 6. شايفين الكربوناية اللي خارجة من اي جلوكوز دي اللي خارجة بره دي، دي كربوناية رقم 6. هو هيقص سلسلة الصغيرة بتاعته دي ويلزقها في كربوناية رقم 6، وطبعا الجلوكوز اللي هتلزق فيها هتلزق من بوزيشن رقم 1، هو ده اللي بيعمل الرياكشن بوزيشن رقم 1، فهنسمي البوند دي الفا 1-6 جلوكوزيتك بوند. وعلى فكرة جلوكوجين سينتيز مش هيسكت، هيجي على الفرع الجديد ده ويقعد يكمل عليه بخط مستقيم، ويجي تاني البرانشينج انزيم يروح قاصص ويعمل فرع جديد والجلوكوجين سينتيز يكمل عليه، وهكذا وهكذا لحد ما نعمل الجلوكوجين موليكيول بتاعتنا اللي احنا عايزينها، ونبقى كده كوننا الجلوكوجين بتاعنا. حاجة بقى على جنب عايزين نقولها قبل ما نختم الفيديو، الجلوكوجين اللي موجود في الكبد مهمته الأساسية إن هو يفيدنا وقت الصيام أو وإحنا نايمين، وقت ما فيش جلوكوز في الجسم، فالخزان ده بيقدر يمد جسمنا بالجلوكوز خلال فترة الصيام حوالي 24 ساعة بس، فنقدر نعتبره خزان مؤقت بس للجسم كله. أما في خلايا العضلات فالجلايكوجين اللي بيتخزن لسبب أناني شوية، العضلة بتخزنه لنفسها بتخليه الوقت عوزة، عشان لو انت عملت اي تمرينة او العضلة بذلت اي طاقة تستخدم الجلايكوجين ستورز اللي اوريدي عندها. وبكده نبقى خلصنا الفيديو باختصار عن كيفية تكوين الجلايكوجين. بتنسوش تقولولي في الكومنتس لو عندكم توبيك معين عايزين نتكلم فيه، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم على الجلوكونيوجينيسيس، او ازاي هنكون جلوكوز من حاجات مش كربوهيدراتس. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا على لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام.